لك مرحوب. ماشي يا فندينا. يا صباح الفل، صباح الحليب على احلى بنوته. صباح النور. ايه على فين بدري كده؟ على المعهد. اه طب ما يلزمكيش اي حاجه، فلوس تشتري كتب لبس اي حاجه؟ ميرسي. ميرسي ايه بقى في الحته هنا؟ ده عيال البيئه كلها هيفتكروكي خواجايه ويشتغلوك. كتر خيرك، كفايه اللي انت عملته وبتعمله. دي مش عزومه مراكبيه يا فندم، انت بس تشاوري على اللي انت عايزاه. انت ما تعرفيش غلاوتك عندي قد ايه. انا اللي نفسي تعرف غلاوتك عندي قد ايه. عايز. ممكن اطلب منك طلب؟ طبعا. تبقى تيجي تشق علينا، انا بفرح قوي، ابويا بيفرح قوي لما بيشوفك، وامي كمان، كلنا يعني. حاضر. يلا بقى عشان ما تاخريش. خلي بالك من نفسك. وانت كمان خلي بالك على نفسك. اجيب لك شقتين فول تاكلهم في السكه. فول ايه وانا رايحه المدرسه؟ اه انت رايحه بقى. يلا باي باي. باي باي. بس البيت ظهر عليك يا فندينا، مش هملك. هنا من امتى؟ قبل الصراحة بشوية. حلوة قوي الفيلم ده. فيلم ما تحسبهاش كده يا بطريق، فوتة دي حاجة تانية خالص. اه بس هي باين عليها حاسبها كده. ابويا منبسط قوي لما بتيجي، امي كمان، كلنا يعني. ايه؟ يا دفن فوتنا دي تربية ايدي، تربية ايدي. بنت نظيفة وتخاف عليها بجد. بيني وبينك يا بدران، أنا بشوف فيها كل اللي اتحرمت منه. طوب أبيض غالي من سواد أيامكم، لا تكون قرف. ونفسي تفضل كده على طول. ما تيجي تعزمني على حاجة أحسن. لا لا ما أقصدش كده، بس القهوة ملغمة بعوا. تعال نشرب حاجة عندك في المكتب على حسابك. طب البن على حسابك والمية على حسابك. والجوزة فرق. لا إلا. والقهوة فرق. لا إلا. والجوزة فرق. لا إلا. طمني أخبار أفندينا إيه؟ مفيش جديد يا باشا، فضل سهران في الغرزة وبعدها راح المقطم مع المحامي ومنها على بيت الرقاصة وبعدين روح. أنت كنت بتراقبه باللقاء ده؟ كان مين معاه بقى في الغرزة؟ نفس الطقم، ومعاهم بجاش المري اللي مرشح نفسه في المجلس وحبة نسوان. أظن أنت بتسمع نسوان ريقك يجري وتركز على طول. تمام سعادتك يا باشا. أخبار الأحمر إيه؟ شغال ولا معاصلك؟ لا والله باشا شاح اليومين دول. تمام يا عسكري. تمام سعادتك يا باشا. روح سلم زميلك. أمرك يا باشا. روح معاه. تمام يا باشا. النوح بيحضر لاستقبال عملية كبيرة، وكالعادة لا بيحدد معاد ولا مكان. يا فرحتي كسبنا صلاة النبي. مخبرينك مش عارفين يمسكوا حاجة على أفندينا، ومصادرك مش عارفين يجيبوا معلومة واحدة من النوح. نشتغل احنا ازاي بقى يا باشا؟ أنا عيني عليهم ليل نهار، وأي معلومة بتتسرب بتوصلني على طول، والمعلومة الأكيدة إنه بيستعد لاستقبال حاجة مهمة. حاجة مهمة؟ أيوة حاجة مهمة، بدليل إنه كان مجتمع برجالته امبارح بالليل في البيت. وقالوا ايه بقى في الاجتماع ده؟ يعني طرطيش كلام ما فيهاش معلومه اكيده. يا علي الطرطيش ما تملاش قرب. ايوه بس انه يجتمع برجالته في ساعه متاخره زي دي اكيد فيها حاجه مهمه، وبعدين احنا لو راقبناهم ولا هنوصل لحاجه. اللي زي دول ما بيهزروش. واكيد عاملين حسابهم على كل اللي انت بتفكر فيه واللي انت عاوز تفكر فيه. طب بتفكر في ايه ساعتك؟ علي انا عاوز اقابل المصدر بتاعك ده بنفسي. اللي في بيت النوح؟ ايوه. بس هو رغاي حبتين. مفيش مشكله. كنت نايم، كنت عملت زي ما انا عملت بالظبط. ليه يعني؟ وانا كان مالي؟ كنت ماسك في خناق روحك وبتنازع، كأنك ماسك بايديك في رقبتك وبتفرفر.
بس عايزة تفهميني انك خايفة عليا يا مطرة. انت عارف انا خايفة اقرب منك ليه؟ خايفة ارتاح وانا في حضنك، خايفة اصدق ان انا مراتك، خايفة تروح مني زي ما اخوك ما راح. انا عارفة يا براءة، عارفة ان ابوك ضغط عليك وملجمك، بس انا كمان غصب عني كل ما اجي اقرب منك الاقي دم اخوك سايح بينا. يوم الشباك هيتفتح والشمس هتدخل تنور في كل حتة وتغسل روحنا من ذنبه وتصلح كل حاجة اتكسرت فينا. ملاك الرحمة بيصبح على نجمة مصر والسودان ووسط البلد وبيقولك جود مورنينج. انت تفتكر ينفع اعرف باللي حصل وما جيش لحد عندك؟ ليه؟ هو اللي بينا ده مش عيش وبغاشة؟ ده حتى ما ينكروش غير ولاد الحرام. وانت عرفت منين ان شاء الله؟ ولاد الحرام سمعت زي اللي سمعوا. المهم انت عاملة ايه دلوقتي؟ هاو دو يو دو؟ زي ما انت شايف. انا شايف بدر منور في ليلة 14، حبة الخرابيش اللي على ايدك دول هنداريهم بالاحمر والاصفر وترجع لنا نجمتنا تنور المسرح، وانا من ناحيتي هقلل الاضاءة شوية وترجع صاحبة العزة والكرامة. بس انا مش راجعة الكباريه تاني. ينفع يدور من غيرك؟ ده انا اقفل الكباريه واكتب يافطة بالبنت العريض مغلق للصيانة لعدم وجود رمانة نجمة المحل الاولى. ينفع يدور يا نجمة من غير طلتك علينا؟ والطلة اللي انت لقطع صورتها على الباب اتشالت قبل ما تتحط. غريبة، أمال مين اللي كان حاططها من الأول؟ اشبك إيدي في إيدك كده؟ وشبكة العشرة الكرام دول ومليك علي حلفان، الواد شلبي هو اللي أقنعني بكده، وقال لي بنت جديدة ملهاش غير زبون واحد نسيبها تسترزق وهتاكل حتة من البغاشة. وأنا عارف قلبك الطاهر ده، لا يمكن يرضى بقطع الأرزاق. أنا ما قلتش يتقطع عيشها. ومين قال يتقطع عيشها؟ أنا قلت يتقطع عيشها؟ هو قال يتقطع عيشها؟ أنت قلت يتقطع عيشها؟ ليه هو اللي بينا ده عيشة يوم ولا اتنين؟ ده سنين يا نجمة. خلاص أنا هبقى أرتاح كام يوم وبعد كده هبقى أنزل. العمروتي باشا مأكد عليا يشوفك الليلة. العمروتي؟ نريحه ونشوفه عايز إيه ونرضيه بدل ما يفتح في قديمه. بس أنا لسه تعبانة. يا نجمة راحتك مش على السرير وسط الأدوية وريحة الميتين، راحتك على المسرح وسط جمهورك اللي بيعشقك وسط الإضاءة والخمسات اللي بتترمي تحت رجليك والملايين. سيو. سلام يا بيسا. سلام يا كابتن.
طب خلاص خلاص، فين انت دلوقتي؟ ناوي تعمل ايه يا خميس؟ ناوي تربعها على النفوخ. هو عامل ايه بس؟ ما انا سمعتك بنفسك المكالمه. وانا كمان صحيح مش طايقه، بس اللي فهمته من كلام بيسا انه راح يزورها عشان يرجعها الشغل تاني. ايه بقى دخل ده باللي ضربوها؟ الشغل الوسخ ده يطلع من الملط. وبعدين شغل دماغك شويه يا متر، الحوار ده محدش دريان بيه غير انا وانت وبيسا والعيال اللي ضربوها. هو عارف منين؟ فعلا ممكن يكون له صله؟ ده اللي هقرره بيه دلوقتي. انا ما يعجبنيش الشغل ده. انتوا ليه مش مقدرين المهمه القوميه اللي احنا عايشين علشانها؟ فالحين بس اخر الاسبوع كل واحد يمد ايده عايز يقفش الالمونيا. راعوا ضميركوا شويه. شلبي ما تقلقش يا برنس هنشرفك. باب مراعاه الضمير صفحه فندينا. كلمه يالا قصاد عمرك. اطلع نتفاهم فوق في المكتب. هنا هنا وسط صبيانك يعرفينك مكانك. دي مش طريقه تفاهم، هموت في ايدك. ولا مين ياض العيال اللي قطروا رمانه امبارح؟ مش عارف انت بتتكلم على ايه. انت كده مستعجل على السر ليه؟ مين ياض؟ انت قول براء النوح رجالته.